نبتدي بأول حاجة بتجديد محمد عبد الشافي طبيعي. هو طبعا لا لا يعني لعيب جميل عبد الشافي، يعني ان في ال بس طبيعي يعني يعني عبد الشافي بينهي مشواره في الكورة، عبد الشافي عنده بس 36 سنة، عبد الشافي طبعا تصرفاته طول عمرها تصرفات بس هو طبيعي. بس انا مش يعني انا ايه يعني لا برضه لازم اقول احييه، يعني هو طبعا طبيعي، بس يعني مش عشان طبيعي ان خلاص هو مش لازم يقعد يضايقني كنادي عشان في الاخر اقول له ده كويس، لا يعني طب محترم. ما انا عارف بس هو طول يعني انا عارف عامل حبيبي ما السن، عندوش عامل مشكلة يعني، عامل مش عارف عامل السن 36 وبتاعه وعايز ينهي مشواره في الزمالك، وهو طول عمره جدع وطول عمره مش مادي وابن النادي وكده، وابوه زملكاوي وعيله زملكاويه طبعا طبعا. وفاهم وبيدين بالفضل للنادي، وهو هي شخصيته يعني، فما عندناش مشكله خالص مع عبد الشافي تمام. تمام. نبتدي مشكلتنا بالاكبر، سيبك من اشرف بن شرقي دلوقتي هنتكلم فيه، مصطفى فتحي. هو مصطفى فتحي الناس كلها او احنا عارفين ان في حاجه في السعوديه، فهو عايز يروح السعوديه، بس انا بقول لك ما فيش اهلي، عشان الناس كلها عماله تقول لا لك لا لا اصل مفيش لا، اهلي ما خالص، اصل في ناس كتير قوي بتلعب بالقصه دي. لا 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 هو خلاص. انا لا، انا بقول لك معلومه انا واثق منها، ما فيش اهلي، والاهلي مش يعني بعيد، انا ما فيش القصه دي خالص يعني. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. وانا يقيني يعني، يعني انا دلوقتي عايز احافظ على اشرف بن شرقي مثلا، عايز احافظ عليه، هديله مبلغ كبير جامد جدا اكيد صح ولا لا؟ طبعا. تمام. قد يفوق مثلا واحد زي مصطفى مثلا عايز 12 13 14 مليون جنيه مثلا، وكان بياخد 3 مليون مثلا، جاي له عرض مثلا من التعاون ب 20 مليون، اعمل ايه في ذاك الوقت؟ اديله المبلغ الكبير واحافظ عليه، ولا امشيه وهو كده كده هيمشي نهايه شهر 5؟ اعمل ايه؟ وهل هقول لك اللاعب رغم زملكاويته وحبه للنادي يعمل ايه ساعتها؟ هقول لك هل يجي ياخد 5 6 مليون المعروضين عليه من نادي الزمالك لا ويضحي مثلا ب 20 مليون؟ يعمل ايه؟ اقول لك صراحه. هو لازم نرضي الطرفين، لازم نرضي الطرفين، لكن مبدئيا انا ما فيش لعيب يستاهل 12 مليون، 12 مليون دي قناعاتي يعني، ده كتير قوي قوي يعني، اي لعيب في مصر ما يستاهلش المبلغ ده يعني، كتير قوي قوي، ده عمال يزود وده يزود بقى حاجه يعني مش ظريفه خالص يعني، تمام. انا مش مقتنع بالكلام ده. لكن انت تعمل ايه؟ انت يعمل عقد اثبات حسن ليه، يعمل عقد وانت اللي تعيره، ايه المشكله؟ لكن انت تعمل عقد ويبقى مش لازم بقى بالمبالغ الرهيبه اللي هو طالبها، انت لازم برضو، ما هو انت النادي اللي طلعك والنادي اللي فضله عليك او الكلام ده، لكن غير كده خلاص عمر نادي الزمالك ما بيقف على حد. مش كان فرجاني ساسي يلحقوا يا جماعه فرجاني يعني لحقوا انت فرجاني، دلوقتي خدت الدوري من غير فرجاني، هل مش انت خدت الدوري من غير فرجاني؟ عارف، هل في ظل عدم القيد تمشي مصطفى في يناير؟ لا لا طبعا مش في يناير، لا ما فيش حد افرض يمشي في جالك يناير، 300 400 الف دولار لا والله لو ايه، تشتري 5 شهور لا ما تمشيه، انت ما عندكش ولا فين. تبقي عليه؟ ما هو خد بالك هو مش هيكمل معاك الموسم، ايه هو مش هيكمل معاك الموسم، يعني مش هيكمل. ما هو هو اساسا الموسم بتاعك هينتهي شهر 8، نهاية شهر 8، تمام. هما اللعيب اللي بينتهي عقده بيمشي نهاية شهر طبعا 5 تمام. زي فرجاني يعني، هو مش هيلعب معاك بقية افريقيا ومش هيلعب معاك اهم ماتشات الدوري لو كمل معاك. لا هي الامور ما تتاخدش كده، هي الامور ما اتخدتش كده، اصل انت هتسيبه ده وهتسيب ده وهتسيب ده، انت برضه، واحنا ليه احنا برضه في بطوله ومفيش قيد. لا انا ضد ان اللعيب يمشي في يناير مهما كانت يعني الظروف. تقعدوا لغايه شهر 5 وهو يمشي لوحده؟ لا ما لا ما لما يمشي لوحده بقى يبقى خلاص بقى، يبقى انت بتتعامل معاه ان ده ابن من ابناء نادي الزمالك، وتتفق هتوصل لديل، طب هنجدد، طب اعاره، طب هتسيب يعني، يبقى في كلام، طيب لكن مش ما انت كده خلاص، اصل الفرقه دي في يوم من الايام مصطفى محمد اهو مشي، فرجاني مشي، بن شرقي ماشي، مصطفى، ما انت كده قوام فرقه بيتهد انا بيقع. انا عندي يقين ان طارق حامد جدد، يعني عندي يقين ان طارق حامد ما تم الاتفاق وهيتم الاعلان، بس انت عارف في توقيتات كده في الاعلان، احنا تمام. عندنا انتخابات وكده، بيبقى في قبل كل يومين ثلاثه بيبقى في اعلان تمام عن لاعب جديد يعني، تمام وبالتالي انا عندي يقين ان طارق حامد هيجدد خلاص، تمام او جدد وتم الاتفاق على كل حاجه وهيتم الاعلان وتصور يعني هيتم الاعلان الايام خلال الايام اللي جايه ان شاء الله ان طارق حامد موجود يعني، وهو ده العشم ان طارق حامد كمان من بس اللعيبه اللي ما عنديش خوف من رحيلهم يعني. هو من حق اي لعيب ان هو يبص للفلوس ويبص مش عارف لمستقبله، النغمه تقول لك بتوازن ما بين النادي وما ما بينه. انت من غير الزمالك ما فيش، واي حد مشي لا، ما هو بقى ايه، فلازم حازم امام برضه. كمان اعتقد تم الاعلان عن تجديد له، حازم ما عندوش اي مشاكل. حازم ما فيش مشكله، وطارق حامد برضه ما اظنش فيه هو مشكله. طارق حامد وحازم امام عمر سعيد، وعمر سعيد وزيزو جدد، وعبد الله جمعه جدد، والونش والونش جدد جدد. حتى لو في شروط جزائيه برضه ممكن عادي يبقى جدا. فيه شويه مشاكل مع ابو جبل، ابو جبل هيبقى عايز برضه مبلغ معين. طب انا عندي معلومه بقى، اتفضل. فاركو شهر 7 اللي جاي هيفعل العقد طبعا
هو فاركو هيفعل عقد محمد صبحي طبعا. لا ما هو خدوا خلاص خدوا بلاش خدوا قرار ما طبعا خدوا قرار في فاركو بتحليل العقد. لو هياخدوا يبيعوا هو في حد يعمل كده؟ كارثة. هو في حد يعمل عقد يبقى حق ال 20 مليون احسن جون يعني مستقبل حراسه مرمى في مصر؟ كارثه دي طبعا. دي لا 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 دي عمليه صعبه جدا جدا يعني. انا مش متخيل ان حد ممكن يعمل كده. رزاق كمان ما عندوش اي مشكله بس عايز مقدم التعاقد. ما هي لو في فلوس ما فيش اي مشكله. هي مستوى هي قصه في مصطفى فتحي وبقول لك وبن شرقي برضه لو قصه فلوس وبرضه يبقى بره ما فيش هنا يعني. كانوا كاتبين ما والله انا ما عنديش معلومه بس كانوا كاتبين رزاق هياخد 800,000 دولار وبتاع حاجه كده كده. فانا مع احترامي يعني طبعا لو انا هدي رزاق 800,000 دولار عشان يجدد طب ما ندي مصطفى فتحي نفس المبلغ بقى. يعني لو هو بالمنطق ده لان مصطفى فتحي لا يقل عن رزاق. لا ما رزاق لعيب كويس ومصطفى فتحي لعيب مهم جدا. لا مصطفى مهم جدا طالما عندي القدرات الماليه ان ادفع كده عشان احافظ على لاعب يبقى احافظ على مصطفى. ده انا معاك برضو. انا ما دام انت هتدي مصطفى فتحي ما يقلش عن رزاق طبعا. بس برضو لازم مصطفى فتحي تحديدا ان في كلام كتير ولا لازم يروح الحته دي. ونجم ممكن يتم التجديد ليه او ممكن يرحب بعد نهايه الموسم. مفيش مشكله لانه في كلام ان هو متفق مع الوداد لكن هو بيقدم مستوى رائع. مش رائع اخر ماتشين يعني كويس. لا اخر ماتشين عمل جون وجاب جون عمل جون وجاب جون وما بينزل بيصنع الفارق. هو ده الاصل. الاصل في اللعيبه انا اجيب لعيب العمر الصعب ولعيب اجنبي عشان ان هو يعمل كده يصنع جون ويجيب جون او الكلام ده. فده مش الطفره ده الطبيعي المفروض. كل ما امشي في الشارع والناس تقابلني فيقولوا لي الكابتن هو اشرف هيجدد ولا مش هيجدد؟ اشرف هيجدد ولا مش هيجدد؟ اشرف هيجدد ولا مش هيجدد؟ اشرف هيجدد. وفي الاخر كان مدين له مهله يقال في النادي والمهله دي كمان خلاص هو كده كده سافر ومش هيرجع الا مع نهايه شهر 2 يعني شهر 1 يعني مع نهايه بطوله الامم يعني شاف وخلاص طالما خلاص احنا في شهر دلوقتي اشرف دلوقتي حالا لو عايز يمضي في اي نادي هيمضي. طيب صح ولا لا؟ ما فيش اهلي خالص يعني اهلي ما دخلش في الموضوع مع بن شرقي. لا الاهلي دخل. ما فيش انا اقول لك مش هيروح ما فيش اهلي. هو ممكن بس الاهلي يعني هو الاهلي عمل ايه يعني عامل له يعني انا 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 عارف اللي انا بقول ايه. هو بس عايز ان الناس والزمالك تعرف ان الاهلي داخل في الموضوع. لكن الاهلي ليه فلوسه كتير هتعمله مشكله برضه هناك يعني. وكمان الاكتر ان اي لعيب من الزمالك راح مالوش برضه ما عملش اي مردود يعني. بالنسبه لاشرف شرقي طب انت لو مكان اشرف شرقي هتعمل ايه؟ ما اعرفش يعني انا سؤال صعب. انا كخالد غندور لا مش خالد غندور اشرف بان هو مش مصري مغربي خالد الغندور. انت لو انت مكان اشرف شرقي لو انت اشرف بن شرقي هتعمل ايه؟ لو انا مكان اشرف بن شرقي لو ما عندي فلوس كويسه والنادي الزمالك بيضمن لي فلوسي وما بيتاخرش عليا وكده همضي. بس هي قصه يبقى قصه فلوس. لكن لما انت تبقى تلاقي انت في قطر ولا دبي ب 3 مليون دولار او بتاع او 3 مليون دولار الوضع هيبقى صعب جدا يعني. هنا هو حتى فرجاني لو مشي من الدحيل هيكون واخد 3 مليون ولا 4 مليون دولار مش هيفرق معاه. بس فهي قصه فلوس كتير قوي 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 يعني. بس مستقبلك برضو والفورمه بتاعتك ومستواك الفني والمهاري هي حسبت بقى بتفرق تختلف من واحد للتاني. يحسبها يقول لك هناخد مثلا نص المبلغ وربع المبلغ في الزمالك مع اللاعب مع الميديا مع الجمهور مع خد بالك اشرف بن شرقي كان في افضل نادي خليجي. اشرف بن شرقي كان في افضل نادي خليجي يعتبر الهلال. طبعا بطل اسيا. ومعرفش يلعب معاه صح ولا لا؟ طبعا. وجي من الهلال على فرنسا من فرنسا على الزمالك وهو وبالتالي عنده تجربه خليجيه مش ناجحه. طيب يعني هو ما فيش حد زي ساسي اتعمل له من الجمهور يعني يبقى في مكانه معينه مع جمهور يعني جمهور الزمالك حتى فرجاني ساسي في حته يعني يعني حاجه يعني. ففي الاخر برضه هو بيوازنها بين حب الجمهور والميديا والفلوس. الفلوس اللي بتاعكم في الاخر. توقعاتك انت لا توقعاتي مش لا مش هيجدد. بس بره يعني هيكمل بره يعني هيكمل بره. طب معلش انا اسف برضو احنا كنا بنقول ايه يعني دلوقتي مصطفى مشي اشرف مشي يعني هل تتوقع الزمالك في ظل الاجواء دي قادر على انه يحصل بطولات؟ طبعا حتى في ظل عدم قيد مقفول صيف وشتاء. هي المشكله بقى ورحيل بعض اللعيبه قبل نهايه الموسم. القصه دي لازم تخلص. عدم قيد دي لازم تخلص لازم يبقى لها حل تخلص منها. لكن انت الزمالك لا ده الزمالك ما بيقفش على حد بجد ما بيقفش على حد. انت خدت الدوري من غير فرجاني ساس هي ليه الناس ناسيه؟
انت فرجاني ساسي اللي قعدنا اقعد يا ابني جدد ما جددش مشي وخدت الدوري. ومصطفى محمد كمان كان مشي. ومصطفى محمد مشي. وفاتح تريم مشي كمان. ده انت خدت ده فاتح تريم كمان بتاع مصطفى محمد مشي.